عوفك من نظرية زيادة الإنتاج وقلة الطلب، لأن هاي تسوي الركود الاقتصادي. هاي ترى سطرت وهي هدريت التفاش، ترى أنا تعبت تعبت. طبعا تتعب أخي، طبعا تتعب، لأنه المجتمع ما يهتم بالنظريات الاقتصادية. أسألك سؤال بسيط، تدري ليش ليفربول لحد الآن ما اشتروا ميسي؟ مدريني يجوز ما عندهم فلوس. لا خاف، ما عندهم تيشيرت احمر يلبسوه. لك بابا هاي نظريات اقتصاديه، انت شو معرفك بها؟ اقول لك عندك 25 دايني باشر ارجع لك اياها. لا يعني انا ضعيف بالاقتصاد. طبعا يعني انا متوقع هذا من عندك، لانه انت اقتصاديا فاشل تماما. انت طبعا اهلا عليكم السلام. اهلا خبر غايب، اطلبك 900,000 وصار لهم شهرين، وينهم؟ اهلا وينهن؟ لك تشقدت الداين، شقدت الداين، ما مخلي واحد ما متداين منه. شوف هذا الجهل بالنظريات الاقتصادية. بابا انت سامع عن نظرية الدفع القوية للعالم رودان؟ مغايب، هو أنا نص رودان، رودان فلوس رحم الوالدي. شوف مثلا هسا هذا الاستكان اللي قدامي، شوف هذا الشكر اللي باقي بالاستكان، هذا بيه خاشوقة. احسب كل عراقي لو يومية يشرب الاستكان شاي راح يخلي خاشوقة زيادة بالاستكان، يعني كم طن راح تندب بالشارع يوميا. انا ما اعرف. ما تعرفون؟ تمام. عندك جقارة؟ ما دخل. انت بطلت يعني لا عندكم جقاير، لا تفهمون بالاقتصاد، المن عايشين. عم غايب انا جاي على 900,000 مو على شاي، واريد فلوسي. عندي حل بسيط ان شاء الله. شنو؟ ان شاء الله يرضيك. يلا ان شاء الله. ايش قد تطلبني؟ 900,000. انطيني 100. قول اعطيتك 100. صار تطلبني 1,000,000، هذا الرقم ما ينسي، راح تكون بذاكرتي دائما ورجع عائلك. قل لي شنو المقترح اللي جاي على موده؟ استاذ نافع، النظرية الاقتصادية للعالم المعروف ليبنشتين. اسمعني ليبن شنينه، ليبن خاثر، انا ما يهمني، فضني الخاثر كل من عزيز عليك. استاذ كرهتني حتى باللبن والخاثر، خلي عوف ليبنشتين وادخل بالموضوع مباشرة. استاذ احنا مو نستلم راتبنا بالدائره متاخر 3 ايام، وبعض الدوائر اصلا يستلمون متاخرين 10 ايام. وشنو يعني؟ استاذ الجماعه يشتغلون بفلوس الرواتب، ومن هاي الفوائد اليوميه مال التاخير جمعه وثروات طائله. زين احنا ليش ما نستغل هاي الرواتب ونحاكي الوضع؟ هيجي يعني تريدني اصير فاسد؟ لا العفو استاذ، بس انا قصدي احنا لازم نكون خلاقين. اسمعني انت اذا تريد تصير حلاق ها روح شوف لك غير دائره. استاذ عفوا، خلاق مو حلاق. انا قصدت اقول حلاق اللي انت تريد تحلق راسي. قوم تفضل روح شوف شغلك. عفوا استاذ، بعدني انا اصلا ما قدمت الموضوع لحد الان، انا بمدخل البحث.